آثار للأعمال التاريخية تقدم جواهر الأدب لقضاء أجمل الإرب ولبلوغ أعلى الرتب مع كريم الأخبار وعذب الأشعار. برنامج جواهر الأدب يصحبكم فيه الباحث في التاريخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع جوهرة أخرى من جواهر الأدب. والحديث موصول وإياكم حول الألقاب وبعض لطائفها. الشعراء والأدباء لهم ألقاب إخواني أخواتي، وأحببت أن أذكر هنا بعض الألقاب الغريبة لبعض الشعراء والأدباء وغيرهم من ألقاب السابقين والمتقدمين ومن ألقاب المتأخرين المعاصرين أيضا. عندنا على سبيل المثال شاعر يلقب بالنابغة الذبياني، وهذا الشاعر لقب بالنابغة لأنه نبغ بعدما أسن. النابغة الذبياني اسمه زياد بن معاوية، كان من بني ذبيان، وبنو ذبيان من غطفان، وقد قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر ميسم أو عطر منشم كما في بعض الروايات. والنابغة الذبياني كان من الشعراء الفحول في الجاهلية، وكانت تضرب له خيمة للحكم بين الشعراء لجلالة قدره. ويقال بأن عمر رضي الله عنه خرج وفي بابه وفد غطفان، وغطفان قبيلة من القبائل العدنانية المشهورة التي تسكن شمال الجزيرة العربية، يعني مجاورة لأسد وطي، وديارهم معروفة في الجاهلية وفي الإسلام وإلى يومنا هذا. بعض القبائل العربية المشهورة اليوم التي تسكن شمال القصيم، يعني جهة القصيم وشمال القصيم أيضا، وبالقرب من حايل أيضا، شرق حايل، هذه ديار غطفان في الجاهلية وفي الإسلام. فخرج عمرو بن الخطاب رضي الله عنه وفي بابه وفد غطفان، فقال: أي شعرائكم الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي؟ طبعا يقال خلق، يقال ثوب خلق، ما يقال ثوب خلق. خلق هذه غير فصيحة، لا أعرف لها وجها في اللغة، فصيح بفتح اللام. يقول عمر رضي الله عنه لما رأى وفد غطفان في بابه سألهم سؤالا، وهذه الأسئلة التي ستسمعون أيها الإخوة أيتها الأخوات تدل على معرفة عمر رضي الله عنه بالشعر والأدب. فسأل وفد غطفان الذين وقفوا عند بابه: أي شعرائكم الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي؟ على خوف تظن بي الظنون، فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. قالوا: النابغة، هذا الشعر للنابغة. ما اسم النابغة؟ نسينا اسمه، زياد بن معاوية النابغة الذبياني. فقال عمر: فمن ذا الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب؟ فقالوا: النابغة، هذا أيضا لشعر النابغة. فقال عمر رضي الله عنه: فأي شعرائكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع؟ فقالوا: النابغة. قال عمر: هذا أشعر شعرائكم. من الشعراء الذين كانت لهم ألقاب أيضا إخواني أخواتي ميمون بن قيس الملقب بالأعشى، ويلقب بأبي بصير أو يكنى بأبي بصير. والأعشى هو الذي لا يرى في الليل، وهذا الأعشى كان يكثر من الدخول على كسرى، فكثر كلامه الفارسي. له بعض الأبيات الشعرية أنا لا أحفظها حقيقة، لكن تتضمن مفردات فارسية، لكن له أبيات أحفظ منها قوله: فلأشربن ثمانيا وثمانيا وثماني عشرة واثنتين وأربعة من قهوة باتت بفارس صهوة، تدع الفتى ملكا يميل مصرعا. يقول: أنا أشرب القهوة عند كسرى فارس
وهذه القهوة من لذتها أنها تدع الفتى كأنه ملك يتمايل وهو مجرد إنسان عادي. كم تشرب من القهوة يا أيها الأعشى؟ قال أشرب 8 و8 وأشرب أيضا زيادة عليها 18 و2 و4 فلأشربن 8 و8 و18 و2 و4. يقول أنا أشرب 40 كأسا من القهوة، مو القهوة اللي هي القهوة التي نشربها، هذه القهوة التي نشربها لم تكتشف إلا في القرن العاشر، وسميت هذه القهوة التي نشربها بالقهوة لأنها تقهي صاحبها عن الطعام والشراب. ومعنى تقهي أي تمنعه، مثل ما نقول إحنا باللهجة تسد نفسه، فالقهوة تسد النفس، ولذلك سميت القهوة بذلك، تقهي صاحبها عن الطعام والشراب. هذه لم تكتشف إلا في القرن العاشر، على خلاف في أصل اكتشافها، قيل اكتشفت نبتتها في اليمن عند راع كان له غنم يرعاها وأكلت منها فصارت تسهر هذه الغنم ما تنام. وقيل لا، كان أحد الصوفية يقال له الشاذلي في القرن العاشر الهجري أكل منها وأحس بذهاب النوم عنه فاستطعمها ورأى أن فيها غنية له عن النوم لاشتغاله بالعبادة، ولذلك تسمى القهوة في سينا وفي غيرها بالشاذلية نسبة له على ما يذكر. فمبدأ اكتشافها في القرن العاشر على القول المشهور وفي اليمن، لكن على خلاف في أصل هذه التسمية. من طريف ما يذكر، ذكر الأديب علي الطنطاوي رحمه الله أنه في أيام الجيش العثماني الذي كان موجودا في الحجاز وخاصة في شمال الحجاز، في هناك بعض القبائل العربية من بلي وجهينة أو جهينة كما يقال، وهناك بعض القبائل مثل الشرارات والحويطات والرشايد التي تستوطن، وأيضا من عنزة أيضا لهم وجود، التي تستوطن شمال غرب الجزيرة العربية جهة تبوك والعلا ومداين صالح وغيرها. فكان هناك كتيبة عسكرية تركية أو عثمانية وفيها بعض البدو من هذه القبائل، والناس مشغولة بالحرب أيام الحرب العالمية الأولى. فهذا في ضابط تركي صار يدور بعض البدو اللي كان معاه في الجيش، مجموعة فيهم 5 6 ومو عارف وين راحوا. المهم قال وين كنتوا؟ قالوا كنا انت قهوة. طبعا انت قهوة ليست بفصيحة فيما يتعلق بالقهوة، لكن درج عليها العرب، كما يقول علي الطنطاوي من ولع العرب بالقهوة أنهم جعلوا لها تصريفا، تقهوى يتقهوى هكذا، يعني التصريف مثل ضرب يضربه، تقهوى للماضي يتقهوى للمضارع. فقال من ورعهم أنهم جعلوا لها تصريفا. خبر يتعلق بالأعشى، الأعشى كما ذكرنا هو شاعر من شعراء العرب في الجاهلية، وكان يكثر من الدخول على كسرى. الأعشى من خبره حتى ما أنسى أنه رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلن إسلامه، فاعترضه أبو سفيان فقال له، الآن أبو سفيان يريد أن يصد الأعشى عن الإسلام، ما هي مسوغات صدك له عن الإسلام؟ فقال أبو سفيان للأعشى، إنه يحرم الزنا والخمر والقمار. فقال الأعشى، أما الزنا فقد تركني ولم أترك، يعني كبر سنه، وأما الخمر فقد قضيت منه وطرا، وأما القمار فلعلي أصيب منه خلفا. هذا الأعشى كان من عقله، والإنسان مل كفر وضلال. الآن أبو سفيان ما مل، فقال له، فهل لك إلى خير؟ عندي طيب رأي ثاني. قال وما هو؟ قال إن بيننا وبين الرجل هدنة، هذه أيام صلح الحديبية، إن بيننا وبين الرجل هدنة، فارجع عامك هذا ولك 100 ناقة. أنت مو تقول لعلي أصيب خلفا، إحنا بنعطيك 100 ناقة. لأن الأعشى إخواني خواتي كان شاعرا فحلا من الشعراء، والشاعر هو اللسان الناطق عن القبيلة، هو الذي يمدح وهو الذي يهجو، يرفع أقواما ويخفض أقواما بأمر الله طبعا. فهذا لا شك أنه شيء عظيم، يأتي الأعشى ليعلن إسلامه، سيتأثر الصف المشرك في ذلك الوقت. فقال له أبو سفيان، فهل لك إلى خير؟ قال وما هو؟ قال إن بيننا وبين الرجل هدنة، فارجع عامك هذا ولك 100 ناقة، فإن غلب فآمن به، وإن ظفرنا
فقد أصبت. فجمع أبو سفيان قريشا وأخبرهم بخبر الأعشى حتى جمعوا له 100 ناقة، لكن المشكلة أن الأعشى ما تم له عام، بل مات على كفره وعلى 100 ناقة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا أبو سفيان رضي الله عنه بعد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. من الشعراء المشهورين أيضا إخواني أخواتي تأبط شرا اسمه ثابت ابن عمسل. وثابت ابن عمسل يلقب بتأبط شرا، وهذا اللقب له خبر. ما خبره؟ لما لقب بهذا اللقب؟ طبعا هو كان يغزو على رجليه لوحده، وكان معروفا بصعلكته، فكان إخوته يخرجون فيأتون لأمهم بما يصيبون، وكان هو لا يأتي بشيء. فلما كثرت عليه يعني والدته صارت تلح عليه، أنت لا تأتي بشيء، تأبط كيسا وضع له كيسا تحت إبطه، ووضع فيه أفاعي وحيات ورماه لأمه، فقالت لقد تأبط شرا. وقيل طبعا هذا يعني من أسباب تسمية تلقيبه بهذا اللقب، لكن هناك لقب آخر، قيل إنه خرج من البيت وقد وضع سيفه تحت إبطه يريد شرا، فجاء رجل ليسأل عنه فقالت له تأبط شرا، مثل ما تقول تأبط سيفا، قالت تأبط شرا لأنه أخذ السيف يريد الشر. من الشعراء المشاهير الذين كانت لهم ألقاب أيضا جرول ابن أوس، وهو من بني عبس، وعبس من غطفان، وهو الذي يلقب بالحطيئة، ومعنى الحطيئة القصير القريب من الأرض، القزم، يعني من كان قزما يلقب بالحطيئة. والحطيئة هو الذي قال في أيام ردة العرب، وكان ممن ارتد ومنع الزكاة، هذا يعني العرب في أيام أبي بكر رضي الله عنه انقسمت ردتهم، منهم من كفر بعد إسلامه كفرا صريحا، ومنهم من اتبع مدعي النبوة وهو كفر بعد إسلام أيضا، تبع مسيلمة ولا السجاع ولا الأسود العنسي أو غيرهم، ومنهم من لم يكفر لكن ما أعطى الزكاة، قال نحن الزكاة نعطيها لمحمد صلى الله عليه وسلم بس، أبو بكر ليس له ذلك. ويتأولون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، صدقة يعني زكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها، قال والله عز وجل قال خذ لمحمد وليس لك يا أبا بكر. فهل هؤلاء يجرون مجرى من كفر بعد إسلامه أم لا؟ فيه خلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، فكان بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه لا يرى قتالهم، يقول نقاتل الآخرين أولى، اترك هؤلاء يا عمر، هؤلاء يؤمنون أو عندهم أصل الإيمان أصل التوحيد ويصلون، لكن المشكلة أنهم متأولون بشكل خاطئ، فهم لا يريدون دفع الزكاة لغير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هكذا يقولون. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، فإن الزكاة حق الله، والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والله لو منعوني عقالا كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، لأن الزكاة فرض من فروض الإسلام، كيف يمنعونها؟ هكذا يقول أبو بكر رضي الله عنه. فقاتلهم، يقول والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول عمر فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للحق فعلمت أنه الحق، واتفقت كلمة الصحابة كل الصحابة على موافقة أبي بكر بما قال، كلهم صوبوا رأي أبي بكر وقاتلوا كل من ارتد حتى من فرق بين الصلاة والزكاة. فعبس كانت ممن فرق بين الصلاة والزكاة، والحطيئة كان قد هجا أبا بكر، كان رجلا هجاء من كبار الهجائين في الجاهلية وفي الإسلام، هجا أباه وأمه وهجا حتى نفسه. فقال يهجو أبا بكر أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لها في ما بال دين أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، يستهزئ يعني يقول أبو بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، فتلك وبيت الله قاصمة الظهر، يستهزئ بكلمة أبو بكر، حتى إن طيئا
لما ارتدت كانوا يستهزئون بأبي بكر رضي الله عنه، يقولون أبو ناقة. فقال عدي بن حاتم الطائي، وكان ممن ثبت على إسلامه وقاتل قومه، قال والله بل هو الفحل. تستهزئون بأبي بكر، بل هو الفحل. يقول من الشعراء المشاهير أيضا الذين لهم ألقاب وخبرهم يطول جدا الفرزدق، وهو همام بن غالب بن صعصعة التميمي، ولقب بالفرزدق لغلظه وقصره، وجده هو صعصعة، وهو ممن أحيا الموؤودة في الجاهلية، والله هو ليحيي، قيل أحيا 100 موؤودة وقيل 300 موؤودة. وسبحان الله هذه فيها قصة، يقال بأن صعصعة طبعا أول من وأد البنات في الجاهلية هو قيس بن عاصم المنقري من بني المنقر من بني تميم، وقيس بن عاصم هو الذي رثاه عبدة بن الطيب بقوله عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم وما كان هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. وقيس بن عاصم كان قد سبيت بعض النساء بني المنقر سباهن النابغة، ولخلاف بين النعمان منذر بماء السماء، لخلاف بينه وبين بني تميم، فخرج إليه قيس بن عاصم ومعه كبار تميم وطلبوا نساءهم، فقال له النعمان أو غير ذلك، قال وما ذاك، عندي رأي ثاني، قال وما ذاك، قال نخيرهن، فمن أرادت الرجوع رجعت ومن أرادت المكث مكثت. قال نعم الرأي، يعني في مرة تبقى بالعبودية. وكان بعض نساء تميم قد تزوجت لأن طالت تخت لها سنة، فخيرهن فكلهن اخترن أن يرجعن إلى قومهن إلا بنتا لقيس بن عاصم المنقري، فعظم ذلك على قيس وآل حلف وآل ألا تأتيه بنت إلا وأدها، يعني دفنها وهي حية. فبدأت سنة العرب في الجاهلية بوأد البنات. خرج هذا صعصعة بن ناجي التميمي وهو جد الفرزدق همام بن غالب بن صعصعة، مر في البرية في الصحراء في بادية سواد العراق، فوجد رجلا ومعه امرأة وبنتا، فقال له، وهذا كان صعصعة معاه ناقتين، فقال صعصعة ما عندك؟ يسأل هذا الأعرابي شندك؟ قال هذه بنت أريد أن أئدها بدفنها وهي حية، بنت صغيرة لكن عادة جاهلية. قال ما رأيك أن أشتريها بناقة من ناقتي، عندي ناقتين، تبيعني هالبنت ما دام تبيعها، بيعني إياها، أنا ما أحب أئد البنات، بإحدى ناقتي على أن أبقي البنت عندك، يعني حتى البنت ما بيها خلها عندك تربى عند أمها. قال لا، بل بناقتيك، ما بيع لك بنتي بناقة واحدة، بناقتين حتى لو كنت بتخليها عندي. شوف الجهل. فقال له صعصعة لا بأس، وأعطاه الناقتين وترك البنت عنده ورجع يمشي لوحده صعصعة، وهو من كبار بني تميم. ثم صار يكلم نفسه، قال والله إن هذا لشيء حسن، طبعا هذا كان في الجاهلية، قال إن هذا لشيء حسن، جميل إني أفعل مثل هذا. فصار بعد ذلك كلما سمع عن رجل يريد أن يئد بنته اشتراها منه وأبقاها عنده. فقال الفرزدق يمدحه، جدي الذي أحيا الوائدات وأعتق الموؤودة أنت أدا. هذا خبره. وأبوه غالب له أيضا أخبار أيضا يطول ذكرها، لعلي أذكرها إن شاء الله في اللقاء المقبل بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم آثار للأعمال التاريخية، برنامج جواهر الأدب للباحث في التاريخ عبد العزيز العويد.